السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا ما صحة تهديد جمال بالماضي بالاستقالة. شعلنا كيفاش الاتحادية الجزائرية اجتمعوا باش يقول لك رانا ندعموا في جمال بالماضي، ومن بعد قلعوها، داروها البارح في الليل ومن بعد قلعوها الصباح العشيه. حنا تهمناش خاطش علاه نعرفوا شكون الناس اللي راهم يديروا هذه البلبله، ونعرفوا لي باج هما يديروها وهما ينتقدوا. شوف اقسم لكم بالله كاينين واحد لي باج راهم يعايروا جمال بالماضي، راهم يعايروا جمال بالماضي، ومن بعد هما يعاودوا يقول لك هذيك هم يعاينوا جمال بالماضي. ما كاش لي راه واصل جمال بالماضي، وما كاش لي قال جمال بالماضي يستقيل. ما كاش لي يهدر. شكون اللي يهدر؟ ورونا شكون اللي يهدر. انا نعرف لي باج نعرفهم راهم يعاينوا جمال بالماضي. اي هما راني نقول لكم ونعاود لكم، كاين 300 باجا، كانت 3000 باجا عند انيس رحماني تخدم بها النهار، كانت تخدم بها ونعرفوهم، وتحولوا الكرة القدم، وكانوا يخدموا في 2017 و 2019 تحولوا الكرة القدم يعني بقوة، يغلطوا الرأي العام بقوة. وين سعيد فلاق نهار اللي حصلوا فيه ضربة تاع تحلبت يا سعيد فلاق على باقيين الناس؟ سبحان الله، كشف كلش الشرطة، كشفت له كاع شكون نخلعوا، هو بروحو انخلع سعيد فلاق بروحو. اليوم هذه الاتحادية بتقول لي جمعوا يهضروا وين تتقلع الشامبيونة وكيفاش تقلع الشامبيونة، يروحوا الأشياء الشعب بروحها كرهها، الشعب بروحها كرهها. انا من 2019 انا نسمعوا جمال بالماضي بيستقيل، جمال بالماضي بيستقيل، وتعرفوا شكون هما اللي يطلقوا هذه الدعايات تاع جمال بالماضي بيستقيل، تعرفوها تاع اصحاب اللي الفيفا سوف تعاقب المنتخب الوطني الجزائري. راكم عارفين شكون هما، راكم عارفين، حتى المكلف بالاعلام وهدرها خطره كاين من هذه. ديروا انتوما اجتمعتوا قعدنا نقارعوا قرارات يعني البطوله الجزائريه. واو لله، تسمع اتحاديه بيدير اجتماع يعني بسيمانه يقول لك الخميس ها وين انت غادي نجتمع، يقعدوا يقارعوا كاش قرارات، يقارعوا رؤساء النوادي، يقارعوا اللاعبين مسيرين مدربين، يقارعوا تيخرج لك بقرار اللي يهدر منا رمي يا ودي تربحوا غاديك. روح خدم خويا، روح خدم بركا، جمال بالماضي راه يخدم، ما يجي لهنا عنده تربص تاعو، عنده لي بارتي يلعبهم ويروحه، اخدم بركا ما خازني مور الغاشيه، خدم خرج شي عندك نتايا. جاب بالماضي راه بين لك، جاب لك كوب دافريك، جاب لك منا وربح لك 29 ماتش، يا وانت اش تاع عندك؟ انتوما الاعضاء، وانت رئيس اتحاديه، انتوما اش تاع عندكم في الجعبات تاعكم؟ ورونا اش تاع عندكم، خدمتكم اش تايا؟ لا خمم على المستقبل تاع الفريق الوطني، روح لاوروبا، روح جيب اللعابه، روح جيب 6 ولا 8 تفوت بهم فانيك 5 سنين ولا 6 سنين. بركا ملاهين خازني هاني عاير جمال بالماضي، غادي شا غادي يدير له واه بيطهر الاول، بالك حسب اللي طهر له. سارو خدم، مشيت جاو الرجاله خرجوا النيجر من المغرب، روح هدر مع الصحافه، علاش ما يتكلموش على المؤامره؟ علاش ساكتين يتكلموا على المؤامره تاع النيجر؟ غايدتهم من النيجر باي تلعب في ليكيب تاع النيجر، غادي تلعب في بلادها، هضروا على المؤامره اللي كانت صاريه، كاع متهمين على الجزائر، كاع صحافه ناس كاع متهمين على الجزائر، هضروا على هذيك المؤامره. ما تجيش تهضر انت يا راهم يعايروا، شكون اللي يعاير؟ نعرفوا صفحات، انا والله لا نعرف شو على الاقل واحد 100 صفحه تاع فيسبوك، والله العظيم لا هما اللي ينشروا هذه الهضره، وي هما برك راهم باينين الرب العالي، راهم سبحان الله نبقاو غير نهضروا عليهم، راهم باينين. هذاك نيبروان، هذاك راه طايح للحاج، على طايح للحاج، خرج الحاج الحاج ضرب لهم واحد الصوالح اللي كانوا رايحين يديروه مع القجع، ضرب لهم سيادهم
ضيع لهم بعض الامور، ضيع لهم امور يعني يضرب لهم سيادهم، خط اضرب لهم واحد المخطط، قطع لهم واحد المخطط. هذاك نيباروان هذاك، ها باش يكون على بالكم سي بارمان تاع جوجل هذاك. يا جماعة بالماضي راه بين لكم، جابكم دافري راه في 29 ماتش ما خسرش. انتوما اش تاع عندكم؟ قولوا لنا انتوما اش تاع عندكم؟ ضرب باش اجتماع كومبلي سيمانة كاملة سوف نستمع وسوف تكون قرارات حاسمة. تيخرج يقول لك جماعة بالماضي راكم تعايروا فيه، وشكون اللي عاير جماعة بالماضي؟ أيا برحمة الوالدين، شكون اللي قال باللي جماعة بالماضي يرحل؟ مكاش انتقاد، انتقاد بناء. كان اللي باغي يشوف لعابه، كان اللي باغي يشوف اندي ديلون، باغي يشوف والناس، باغي يشوف الطوبه، باغي يشوف لعابه، كلا باغي يشوف لعابه في المستوى هذا. ما هوش يقولوا طردوا جمال بالماضي، بصح الصفحات اللي نعرفهم انايا هذوك هما راهم يقول لك رحل جمال بالماضي، وهما وحدهم يعاودوا يولوا. رسلت واحد الستة ولا سبعة، واحد ثمانية تاع صفحات تاع فيسبوك رسلتهم. العم جابه بالماضي نور الدين هذا ساكن في الليل، يخدم في السبيطار تاع الليل. رسلتهم له طاك 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 طاك، قلت له شوف نور الدين خويا، شوف وهذا عمه يموت على السياربي. انا نعطيكم رسمي، يموت على السياربي، صاحب عمي يموت على السياربي. قلت له نوردي خويا اليك شوف، شاف. قلت له تبع شو هذا كي يطلق هذه، شو موراها واحد الخمس سوايع، شو موراها كي غادي ينتقد فاني. ادخل شوف، ادخل شوف. يعرف صوالح، يعرف متمكن في هذا الصوالح، في الفيسبوك هذا الصوالح متمكن مليح. كشف ناس غير هما برك يعاير منا ومن بعد يجي ينتقد منا. راهم يعايروا جمال بالماضي، هو يعاير ومن بعد يجي يقول لك راهم يعاير. سبحان الله، وانتم الاتحاديه مطيحين. والله ما فهمناك، والله ما فهمت. اجتماع كومبلي باش تقولوا جمال بالماضي ما تهضروش عليه. شكون يهدر على جمال بالماضي؟ الناس يتهدر على ليكيب ناسيونال، الناس يتهدر على ليكيب ناسيونال، يتهدر. انا نهدر جميع، انا واحد من الناس نهدر على روحي، نهدر جميعا كاع الناس. عيب عليكم اصاحبي. وين اثر بين الاتحاد الجزائري لكره القدم مستنكرا لحملات التي تقود ضد الناخب الوطني جمال بالماضي وتهدف لزعزعه استقرار الخض، كثيرا في تساؤلات حول خلفيه الحقيقه التي ادى بالفاف لاصدارها في وقت الراهن. وتساءلت وسائل اعلام محليه والعربيه بعد صدور بيان عن إمكانية تهديد المدرب الجزائري جمال بالماضي بالاستقالة ومغادرة من العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، أم أن الأمر لا يعد كونه مجرد وقفة الفاف في صفه من أجل مصلحة الفريق الوطني. وفسر موقع تي أس الجزائر أن خروج أعضاء المكتب الفيدرالي في كل مرة ببيان مساندة المدرب بعد كل اجتماع تقريبا، والتنديد بحملة نقد صادرة من بعض تجاه أمر مريب للشك حول مستقبل التقني الجزائري ذاته. ورجح التقرير موقع نفسه أن حيثيات الحقيقة لقضية يقف خلفها أمر كان قد يكون خطير، في الإشارة إلى التهديد بالماضي بالاستقالة وهو ما لا يعرفه الجمهور الرياضي الجزائري، وتريد الفاف التسطر عليه لمصلحة استقرار المنتخب الجزائري. ما كاين واحد الامور كاين ديجا 25 يوم قبل المباراه تاع جيبوتي وتاع بوركينا فاسو، جمال بالماضي كان مستقيل 25 يوم قبل. هذه باش يكون على بالكم. لي يعرف هذاك بايع عبود، هذاك هشام عبود، هذاك ولا بايع عبود، يسقسيه هذاك ادرى اشتكي. هذا هو اللي قال بلي جمال بالماضي قادر في اي لحظه يستقيل، هذا هو قالها مكلف بالاعلام.
ايه سقسيها.